طبعا نفتتح ندوة افتتاحية بحضور ثلة مميزة من الشخصيات الوازنة والأسماء البارزة في مجال الثقافة، في مجال السياسة والفكر، والمجال أيضا الاقتصادي اللي كنشكرهم على الحضور ديالهم. طبعا كيشرفونا هما سيد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أفولي، السيد الوزير، وزير الاتصال سابقا والوزير الحالي للإسكان والتعمير وسياسة المدينة سيد نبيل بن عبد الله، والسيد الوزير السابق للثقافة اللي كيشرفنا دابا بالحضور ديالو السيد محمد الأشعري، ورجل الفكر طبعا ورجل الكلمة. حنايا غادي نبداو بالكلمة الافتتاحية لسيد عمدة مدينة الدار البيضاء السيد عبد العزيز العمري، فليتفضل مشكورا. وغادي نرحبوا به طبعا تفضل السيد عمري. الدورة الأولى للمهرجان الدولي للمدن العتيقة، الحقيقة هذه الدورة إن شاء الله سيكون لها ما بعدها من أجل الإشعاع لمدينة الدار البيضاء في واحد المجال اللي هو مهم جدا. الدار البيضاء تعرف بالمال، تعرف بالأعمال، تعرف بالصناعة. يمكن دائما في ما يطرح علينا أي موقع للثقافة في مدينة الدار البيضاء. مسرور باش اليوم نتكلموا على حد أوجه ديال العمل الثقافي في المدينة الإسمنتية لكي يكون للثقافة حضور. أيها السيدات والسادة، إن أغلب المدن العتيقة في العالم تعرف مشاكل وصعوبات عمرانية وحضارية نظرا لتعاقب السنين والعقود. s'est invité dans le débat national et quand elle a choisi de revisiter ce patrimoine à partir du tissu historique de notre pays et notamment à partir de ses anciennes médinas. Et je parlais un peu, pas trop, mais ça reviendra tout à l'heure. Mais ce matin, je comprends que c'est une initiative qui est nationale, même si le festival s'appelle international. Moi, je le lis comme le début d'un processus qui va nous permettre, à tous ceux qui sont attachés à ce défi, qui va bien au-delà de la culture, qui est un défi social, un défi sociétal, un défi national, un défi moral, un défi philosophique, un défi idéologique. Ce matin, je suis heureux d'être là parce que nous allons travailler peut-être un peu mieux ensemble. Je suis heureux aussi parce que c'est la société civile qui est à l'origine de cette initiative. On ne peut pas parler de culture, on ne peut pas parler de patrimoine, d'histoire, de mémoire, si la société civile ne donne pas sa légitimité à cette démarche. Je pense que ce qui nous aide aujourd'hui dans cette démarche, هذا العجز هو كل هذه المبادرات التي تقومون بها، أي المبادرات التي تأتي والحمد لله من المجتمع المدني، لأنه تعلمون بأن إمكانيات مثلا وزارة الثقافة لا يمكن أن تساير كل هذا الزخم من المبادرات المحلية، فالحمد لله الذي نجد فيه نسيج جمعوي مدني حيوي يقوم بذلك يتمتع بدعم من قبل بعض الهيئات الحكومية، منها وزارة الثقافة أو الوزارة التي أتشرف بتسييرها اليوم السكنة وسياسة المدينة، لكن في العمق أساس الإمكانيات التي تتوفرون عليها تأتي من الاحتضان أو استشهار أو غير ذلك، وهذا شيء إيجابي أعتقد أنه يتعين أن نشجعه. أريد أن أقول هذه الكلمة بالذات لأنه هذه هي الصورة المشرقة. ينضاف إلى المجهودات التي كانت تبذل بمدينة الدار البيضاء على المستوى الثقافي، مهرجان له خاصية، والخاصية هي المرتبطة بالمدن العتيقة.
ولذلك يهمني بصفتي وزير السكنة وسياسة المدينة أن أدعم هذا المهرجان، لأنه فيه إمكانية لأن نجعل من هذه الفضاءات ليس فقط فضاءات يتم العناية فيها بالمآتر بالبنايات بضرورة ترميمها أو محاربة انهيارها، لكن يتم فيها أساسا الاهتمام بالإنسان وبالموارد البشرية التي توجد فيها، على أساس أن البعد الثقافي يشكل إمكانية حقيقية للتنمية وللكرامة بالنسبة للإنسان الذي يعيش في هذه المدن، ولتحسين وضعيته وللولوج إلى العدالة الاجتماعية الحقيقية. لذلك هناك تكامل بين السياسة العمومية وبين هذا النوع من المبادرات على المستوى الثقافي الذي نريده ونحبده في إطار التكامل بين المجهودات الرسمية وبين عمل المجتمع المدني. مع إيماني بهذه المهمة العمومية، فأنا مؤمن أيضا بأن إذا نشد المجتمع أيضا خلف هذا العمل بقوة ما يكون عندها حتى شي نتيجة على المدى البعيد. وأمامنا تجارب ديال دول في الشرق لسنوات سنة ماشي عقود لأزيد من 30 و40 سنة، وهي كتعمل سياسة اللي سماتها السياسة التنويرية اللي في القطاع العام بوحدو كيشتغل في المجال الثقافي. هذا المهرجان اللي انطلق اليوم موجه لواحد نسيج حضاري عتيق في مدينة الدار البيضاء، وبدون شك هذا يكون عنده تأثير مهم على إعادة ربط هذا الجزء التاريخي باقي المدينة، لأن كما كنعرفوا جميعا المدينة العتيقة هي ماشي فقط واحد الجزء تراثي، ولكن هي واحد الخزان حضاري و وروحي وثقافي المدينة ككل، وخصو يولي عنصر إدماج ديال جميع الساكنة في مدينة الدار البيضاء. فكنتمنى أن هذا المهرجان يقدر يحقق هذه العلاقة هذه. الكليك حيلي نائب رئيس جامعة الدار البيضاء مكلف بالشؤون الثقافية والرياضية. هذه التظاهرة هذه اللي كتتعلق بمجال ديال التراث والمدن العتيقة، واللي فيها يعني إبراز واحد السمة اللي كانت ما بيناش عند عموم المواطنين ولا حتى خارج الوطن، لأن هذا المهرجان تعطى لي طابع دولي، لأن الناس كيعرفوا مدينة الدار البيضاء كمدينة ديال التجارة، مدينة ديال المال والأعمال كما قال العمدة قبيلة، ولكن ما تيعرفوش بأنه هذه المدينة ديال الدار البيضاء فيها مواقع أثرية للتاريخية اللي تاريخيا كترجع مثلا 10 ولا 15 القرن. هنايا كاينه عندنا على مستوى في المحيط ديال مدينه الدار البيضاء، وكاين عندنا مواقع اللي عندها تاريخ يمكن كيرجع لالاف السنين، وانا تنتكلم يعني تحت الرقابه ديال القسم ديال التاريخ في كليه الاداب التابعه للجامعه ديال العلوم الانسانيه اللي كاين في الدار البيضاء. تنقول بانه هاد المواقع اليوم من خلال هذا المهرجان وحضور هذه الشخصيات الوزينه فيه تنعطي واحد انطلاقه جديده للاهتمام بهذه المواقع التاريخيه، من اجل انه هذا البيضاوي يعرف بانه راه ماشي هو حديث ديال اليوم كيف ما كيحاولوا يحيوا ليه واحد العدد ديال الناس، ولكن عنده واحد العمق تاريخي عريق اللي يمكن ليه يرجع ليه ويعتز به ويفتخر به. احنا كجمعيه وبصفه عامه جات واحد، احنا مشاركين في جمعيه كبيره شبكه الجمعيات، جينا اليوم نشاركوا في هذا المهرجان الدولي للمدن العتيقه، وعمره ما سبق باش كان هذا المهرجان، لان هذا المهرجان جاء باش يحيي هذه المدينه العتيقه، يحييها بمآثرها، يحل مشاكلها في جميع المجالات، لان المدينه العتيقه هي وبخصوص الدار البيضاء هي القلب النابض، هي المدينه الاقتصاديه، المدينه الاجتماعيه، المدينه الكبرى في جميع المدن المغربيه. فلهذا خصنا نبادروا كجمعيات، ويكون لنا دعم، لان الجمعيات
تتخدم عندها أنشطة قوية في الدار البيضاء، ولكن من ناحية الدعم اللوجستيكي والدعم لهذا خصنا التفاتة والتفاتة كبيرة من طرف المبادرة ومن طرف السلطات ومن طرف رؤساء الكبار الجمعيات. لهذا كنوصل هذه الرسالة للجميع المعنيين بالأمر والجميع من يتحكموا في النسيج الجمعوي، وشكراً.